صباح الخير. فيديو النهاردة هعمل كيكة القرفة بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت. طعمها بيشهي وريحة القرفة فيها تجنن، كأننا بناكل سينابن رول بس على شكل وطعم كيك. يلا نبتدي ونقول بسم الله. أول حاجة هدهن صينية مقاس 9 × 9 سنتيمتر بالزبدة. لو هنستخدم صينية أكبر من دي شوية الكيك مش هيكون عالي قوي وهياخد وقت أقل في السوا، ولو استخدمنا صينية أصغر الكيك هيكون عالي بس هياخد وقت أكتر في السوا. بحط ورق زبدة أكون مقطعه من قبل على قد الصينية، واستخدم الفرشة اللي دهنت بيها عشان أثبت ورق الزبدة. مهم قوي الملاحظات الصغيرة دي عشان نضمن نجاح الكيك. كده الصينية جاهزة، هخليها على جنب. هحتاج 2 كوباية من دقيق الكيك، هسيب لينك تحضير دقيق الكيك في البيت في صندوق الوصف. 2 كوباية سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح، ودي المكونات الكافة. للمادة الدهنية استخدمت 1/2 كوباية زبدة مذابة و1/4 كوباية زيت. الكمية كلها 3/4 كوباية، ممكن تكون كلها زبدة او زيت او نخلط زي ما عملت. الزبدة عادة بتدي طعم والزيت بيدي هشاشة اكتر للكيك. كمان استخدمت 2 بيضة حجم وسط بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيلا، وكوباية لبن دافي. اول حاجة هكسر البيضتين وهحط عليهم الفانيلا واقلبهم مع بعض. تاني حاجة بجيب طبق ومنخل عشان انخل الدقيق والبيكنج باودر والملح وما يكونش فيه اي تكتلات للدقيق. هديهم تقريبا مع بعض وهضيف السكر واقلبه مع بقية المكونات. هضيف البيض مع الفانيلا واللبن الدافي وهقلب لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. اخر حاجة بضيفها هي الزبدة والزيت، هقلبهم كويس جدا لحد ما قوام الكيك يكون سلس وناعم. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هاخد 1/2 كوباية من خليط الكيك اللي احنا عملناه ده، وهحط عليه معلقة كبيرة سكر بني، معلقة كبيرة قرفة، معلقة كبيرة كاكاو بس هنخله علشان ما يكونش فيه اي كتل، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة لبن. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما اوصل لنفس قوام الكيك، لا اتقل منه ولا اخف منه. هصب خليط الكيك في القالب اللي حضرناه، وخليط القرفة هحطه زي خطوط كده رايحة جاية، وباي عود خشب هنعمل حركات دائرية بشكل عشوائي عشان خليط القرفة يتوزع مع باقي خليط الكيك. وبخبزها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس من 40 لـ45 دقيقة. بنختبر سواها ان احنا بندخل عود خشب، لو طلع نضيف تبقى دان. بخرجها من الصينية للكولينج راك وهسيبها لحد ما تبرد تماما. على ما تبرد هجهز الجليز. انا استخدمت 2 كبار فانيلا فروستنج، ده بيغنيني عن السكر والزبدة، معلقة او 2 لبن، مكعبين جبنة كريمي. هحط الجبنة والفانيلا فروستنج وهخلطهم مع بعض، وهبتدي اضيف اللبن على حسب القوام اللي انت بتفضليه. بنبتدي بمعلقة كبيرة وبنزود واحدة واحدة لحد ما يظبط. انا عاوزاه تقيل شوية فحطيت معلقة واحدة بس لبن. وبعد ما الكيك يبرد تماما بضيف عليه الجليز وهفرده بالسباتولا او بمعلقة. ممكن بقى كمان نزين بالشوكليت صوص او كاراميل صوص، ممكن مكسرات من فوق لو تحبوا، كل ده بيكون حسب الرغبة. ممكن تستغنوا عن الجليز خالص وترشوا سكر بودرة، او تاكلوا كيك زي ما هي كده من غير اي حاجة. جربوها وانا متأكدة انها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. سلام.